هيبقى يوم الاربعاء ان شاء الله 3 اغسطس الساعه 9 مساء على ملعب الاهلي والسلام، ده الاهلي ودجله. يوم السبت 7 اغسطس هيكون الاهلي والسيراميكا الساعه 9 مساء برضو على ملعب الاهلي والسلام. الاهلي والاسماعيلي كلاسيكو مهم جدا هيكون يوم الاربعاء 11 اغسطس في اسكندريه. اما الاهلي وامبي هيكون يوم السبت 14 اغسطس 9 مساء على ملعب الاهلي والسلام. الاهلي وطلائع الجيش الثلاث 17 اغسطس 9 مساء في ملعب السويس، والاهلي والمصري الجمعه 20 اغسطس 9 مساء في الاسكندريه. فاضل كده ماتشين هيكون الجونه واسوان مع الاهلي، ودول لم يتحدد موعدهم بشكل نهائي. خلينا افكر